طلع الجيش فريق اللي لديه نسبة امتلاك واستحواذ أكثر على الكرة. مصطفى الخواجة استلام في وسط الملعب عند دائرة المنتصف جهة اليمين، الكرة تحولت إلى زولة، أحمد عبد الرحمن زولة عالية لمحمود وادي، مقطوعة من مؤمن عوض لمصطفى جمال، كرة مشتركة مع وجيه، حصل عليها اللاعب محمد شحاتة، كرة عرضية تاني من متعب في اتجاه مروان عثمان، تعود لفريد، فريد لأحمد عبد الرحمن زولة داخل منطقة الجزاء، والتعادل، التعادل المستحق مع الدقيقة 78، عملها محمود وادي يوقع على هدف التعادل في الدقيقة 78 من كرة عالية أرسلت داخل منطقة الجزاء. في الدور الأول سيناريو مواجهة الجولة العاشرة ما بين الفريقين تتكرر، وبالكربون خطأ من حارس المرمى محمد فوزي، تأخر في الخروج من مرماه، كان لا داعي أن تخرج يا محمد يا فوزي، لو بقي في مكانه لوصلت الكرة إلى أحضان الحارس محمد فوزي، ولكن خروج خاطئ مع تدخل